والعهد القديم هو القسم الأكبر طبعاً من هذا الكتاب حتى عند المسيحيين، وتمتد أصوله من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، بينما العهد الجديد تمتد أصوله من القرن الثاني إلى الثالث الميلاديين. وهذا الكتاب بعهديه القديم والجديد هو كتاب مسيحي، لأن المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس يؤمنون بهذا الكتاب مع اختلافات في إضافة أو حذف كتب من العهد القديم، وهو الذي يسميه اليهود الكتاب المقدس العبري. والآن لنذهب للجانب المشوق، الكتب المقدسة الثلاث التوراة والأناجيل وكتابات القديسين والقرآن والتراث الحديثي، كلها تمتلك جذورا في ثقافات وحضارات الشرق الأدنى القديم.